لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته خوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أصيب بمرض خطير، فراجع الأطباء فأخبروه بالفعل بخطورة ذلك المرض، بل وبأن احتمال التشافي منه ضعيف جدا إن لم يكن معدوما، وإنما هي أيام معدودة بقيت له. ينهار بعض الناس تجاه هذا الخبر، بينما آخرون يقابلونه بنفوس ثابتة وقلوب صابرة راضية، ثم يتعاطى ما شرع له من أسباب ويعيش حياته عادية. فربما حصل الشفاء، وربما صدق الأطباء فيما قالوه، فيكون قد فعل ما أمر به ولم يستسلم للمرض، ولم يعش لحظات الشقاء والعذاب منتظرا الأجل. هذه قصة رمزية متكررة كثير، تحدث كثيرة. ذكرتها لأبين لكم إخواني كيف يكون أثر تذكر الرحيل على نفوس الناس. لو أن بعض الناس جاءه خبر يقيني أنه بقي على موته أيام ويرحل من هذه الحياة، أو أن ذلك كان بالفعل هو ما يحصل قبيل الموت، لو أن ذلك كان قد كتبه الله سبحانه وقدره وشرعه، أن كل إنسان قبل الموت تأتيه رسالة ويأتيه رسول يخبره أنه بعد أيام أو بعد شهور سيموت، كيف سيكون حال الإنسان في هذه الأشهر وفي هذه الأيام؟ لا شك أنه سيجعلها أفضل أيام عمره، ولعل هذا من الحكم التي كانت وراء إخفاء الأجل، حتى يحسن العبد الاستعداد للقاء الله دوما وليس في أيام دون أخرى. لو أن الإنسان أخبر أنه سيموت بعد شهر أو بعد عدة أسابيع، فإنه يجعل هذا الشهر أو هذه الأيام أفضل أيام حياته اجتهادا في طاعة الله، ولا ربما لا يخرج من المسجد عكوفا على الطاعة. لكن الله عز وجل الحكم العدل قدر أن يكون وأن يظل الموت غيب حتى يستعد الإنسان لذلك اليوم. وهذا هو المعين الرابع من المعينات العشر والوسائل التي نأخذ بها لإصلاح القلب وتهذيب النفس، تعيننا بإذن الله على عبور جسر التعب. إن كلام الأطباء إخواني، بل وكل البشر مهما أوتوا من العلم، لا يعدو إلا أن يكون كلاما قد يصدق وقد يكذب، أما كلام رب البشر سبحانه فهو الصدق وهو الحق. فكيف يكون إذن حال عبد كتب أجله بل وأخبر أنه ميت؟ إنك ميت وإنهم ميتون، وإنما هي أيام معدودة يقضيها، والخطر أنه لا يعرف عددها ولا قدرها، والخاتمة تكون مفاجئة، فكيف ينبغي أن يكون استعداده؟ قال الله وهو يبين أن الموت ليس له مكان معين ولا وقت محدد: أينما تكونوا يدرككم الموت، في المسجد يدرككم، في الطريق، في الجامعة، في المدرسة، في العمل، في المنزل، طائعين وعصاة، على خير أو شر، مستعدين أو غافلين. وهذا أخطر ما يكون في الموت. اليوم وبينما الناس وقوف في أحد باصات النقل العام، سقط رجل، فتوقف السائق وحاول الناس معه لإفاقته بالماء تارة وبغيره أخرى، لكن الرجل لا يستجيب، فتيقنوا أنه قد مات. وامرأة معه تصرخ وتصيح، ثم اتصلت بابن لها كي يغيثها، والله أعلم بحال الرجل، هل هو الموت وهي النهاية أم لا،
لكن هكذا يأتي الموت، ربما يأتي الإنسان وهو ذاهب إلى عمله أو وهو عائد، ربما يأتيه وهو نائم، ربما يأتيه وهو يصلي، ربما يأتيه وهو يعصي الله عز وجل. وقد عشنا معا في سلسلة هل رأيت الموت مع وفاة الطيبين، رأينا من مات وهو ساجد، ورأينا من مات وهو يقرأ القرآن، ورأينا من مات وهو يجاهد ويقاتل، وغير ذلك من الصور والمشاهد، ولا أحب أن أكرر، فلذلك ارجع إلى هذا الدرس وانظر لهذه المشاهد. أيضا رأينا وفاة الظالمين، فالتي ماتت وهي تزني، وآخر مات وهو يسرق، وثالث ورابع، وهكذا أيضا تجده أيضا موجودا في لقاء بعنوان وفاة الظالمين. لما زعم المنافقون للمؤمنين وقالوا لهم وأخبروهم أنهم لو كانوا معهم وتخلفوا ولم يخرجوا يوم أحد لسلموا من القتل، فرد الله عز وجل عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الأمر نفسه مع المرأة، مع تلك الأم التي حجز ابنها على طائرة، على متن طائرة ليسافر، ثم ذهب يستريح حتى يحين موعد إقلاع الطائرة، ونام الولد، ورأت الأم أو سمعت في الإذاعة أن الجو غائم وهناك عواصف، فخشيت أن يسافر الولد في مثل هذا الجو فيلحقه ضرر أو خطر، فتركته نائمة حتى أقلعت الطائرة، ثم ذهبت لتوقظه فوجدته قد مات، فاضت روحه إلى بارئها سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ألم ترى أن القرآن أكثر من ذكر الموت مع الإيمان؟ بل تجد ذلك كثيرا في الربط بين الإيمان واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم المحفزات إلى الصالحات والخيرات. تجد القرآن المكي كثيرا ما يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، كذلك ترك المحرمات والمنكرات وحسن الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. قال الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وهكذا تجد الربط بين الإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. انظر للربط بين الاثنين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والحديث متفق عليه. بل سور كاملة من القرآن تحمل اسم اليوم الآخر، مثل سورة القيامة والقارعة والحاقة الزلزلة والواقعة التكوير والانفطار والانشقاق والحشر والتغابن، وكل ذلك يبين أهمية تذكر هذا اليوم. وكم في القرآن أيضا من حديث عن اليوم الآخر، عن أسمائه مثلا: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل موعدهم أجمعين، وأنذرهم يوم الحسرة ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. أيضا حديث عن مراحله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، إلى غير ذلك من حديث القرآن. الإيمان باليوم الآخر من أعظم الأسباب التي تصلح النفوس وتحسن الأخلاق، تطهر النفوس من الأخلاق المرذولة كالحرص والبخل والشح والطمع،
وغير ذلك، لأنها تتطلع إلى عطاء الله وإكرامه يوم القيامة. قال الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شو بقى علاقة ذلك باليوم الآخر؟ إيه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكأن الإيمان بهذا اليوم دفعهم لهذا العمل وهذا الإطعام، رغم أنهم يحبون ذلك، يطعمون الطعام على حب رغم الحاجة ورغم المحبة، لكنهم يبادرون إلى هذا الخير. وما قصة الرجل صاحب الناقة المخطومة عنا ببعيد؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. والحديث صحيح رواه النسائي. انظر، في مقابل ناقة واحدة يخلف الله عليه ويكافئه يوم القيامة بكم؟ 700 ناقة مخطومة. فإذا تذكر الإنسان هذا الأمر وهذا المعنى، فإن نفسه تسمح بهذه الصدقة وهذا البذل وهذا الإنفاق في سبيل الله. أما إذا تغافل الإنسان عن هذا الثواب، فإن النفس قلما تسمح بهذا الخير وهذا البذل، بل تظل مشغولة بالدنيا وبما فيها من المتاع والشهوات، فتكون كما قال الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل يكون ذكر الدنيا دوما مقدما على الآخرة، كما قال الله عز وجل: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. والإيمان باليوم الآخر أيضا يجعل العبد مراقبا لنفسه في عمله، اعتقادا منه أنه محاسب على ما تقدمه يداه في هذه الحياة الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولك أن تتصور مجتمعا لا عقوبة فيه لأهل الإجرام كيف سيكون. تخيلوا كده لو بقى مجتمع ما فيهوش عقوبات على الجرائم، هيبقى حال المجتمع ايه؟ ونروح بعيد ليه؟ في ايام الثوره لما الشرطه انسحبت، اللي حصل صح، اي حد قدر يسرق اي حاجه سرق، اي حد عايز يقتل اي حد عايز، حتى كان بعض الناس اول ما فكر يروح المحكمه عشان يسحب القضايا اللي عليه والادله الادانه، عايز يمحي كل اثر لما فعل من الجرائم. تخيلوا كده لو ما فيش ايمان باليوم الاخر، يبقى الناس كيف ستعيش؟ سيكون مجتمع الناس كمجتمع الغابه، كالغابه بالفعل. من يستطيع ان ياكل غيره اكله، ومن يستطيع ان ياخذ ماله اخذ، وهكذا. لذلك جعل الله عز وجل لنا في هذه الشريعه الحسنه الجميله هذه العقيدة، عقيدة الإيمان باليوم الآخر، التي تمنع الإنسان من الإجرام، تمنع الإنسان من الظلم والاعتداء. بل ذكروا أن المدن التي يكثر فيها المسلمون في الدول الغربية تقل فيها معدلات الجريمة. ليه؟ واضح جدا، لأن أهل الإسلام لديهم هذه العقيدة فتمنعهم من الإجرام وتمنعهم من الاعتداء، وليس أنهم يمتنعون لأجل العقوبات الدنيوية. والإيمان باليوم الآخر يجعل المسلم معتدلا في السراء والضراء، فلا تطغيه النعمة ولا تقنطه أو تقنطه المصيبة، فإن كانت السراء أعد لها الشكر، وإن كانت الضراء أعد لها الصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لكما عند مسلم وفي الحديث في أوله: وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن المؤمن في هذه الحياة تقلب بين الشكر والصبر، لا مجال في حياته أبدا لليأس والقنوط الذي ربما دفعه إلى الانتحار أو قتل نفسه، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر، ويعلم أن كل ما يصيبه إنما هو من الله، إن كان أمر يكرهه فإن الله عز وجل قدره، مع أن الله عز وجل
يعني لا يحب مساءة عبده المؤمن، ولكن يقدر ذلك عليه من الشر والمكروه لما يترتب عليه من حكم بالغة ربما لا يدركها العبد، ربما يكون في فصله من وظيفته خير، ربما يكون في وفاة زوجه أو ولده خير، بل هو كذلك. وحين يتأمل العبد ويتفكر في الحكم التي وراء تقدير هذا القدر وهذا الأمر تطيب نفسه، بل وربما يرتقى بعد درجة الصبر إلى منزلة الرضا، فيرضى عن الله ويرضى بقضاء الله الذي قدره، لأنه يعلم أنه مملوك لرب حكيم رحيم سبحانه أرحم به من أمه التي ولدته. فالإيمان باليوم الآخر من الأسباب العظيمة التي توصل العبد إلى هذا المعنى. اسمع لما قالت الإمام القرطبي رحمه الله: فاعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج من هذه الدار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية. وده اللي احنا محتاجينه في جسر التعب. تيجي انت بالليل كده في الشتاء في شدة البرد تتذكر أو يذكرك الله عز وجل بورد الطاعة من القيام أو تلاوة القرآن أو غير ذلك، فربما يغلب على الإنسان شيء من الكسل، فإذا تذكر الموت وأنها ربما تكون آخر ليلة في حياته فهذا يدفعه دفعا للاجتهاد في الإتيان بهذه الطاعة. ولذا وجدنا كثيرا من السلف إذا أتوا الفرش يستحضرون الآخرة، يتذكرون النار وعذاب النار، فيقارن بين ما يكون عليه الإنسان في النار وبين ما يقوم إليه إذا قام إلى هذه الطاعة من المشقة وما يكون عليه من المشقة، فيبادر إلى الطاعة. وكان بعضهم يقول: اللهم إن ذكر النار أذهب النوم عني أو طير النوم عني أو نحو ذلك. فكان بعضهم ربما يأتي فراشه فيتقلب عليه كما تكون الحبة في المقلاة وهكذا. فذكر الآخرة يورث وذكر الموت يورث استشعار الانزعاج من هذه الدار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية. ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة ونعمة ومنحة، فإن كان في حال ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه. ليه؟ واحد في ضائقة وفي كربة ما يذكر الموت هيسهل عليه ليه؟ حد عارف؟ لأن الموت مصيبة كبيرة جدا، لأن الموت أصعب منه، هو الشدة اللي هو فيها سواء وفاة قريب أو حبيب أو ضياع مال أشد ولا الموت؟ الموت بلا شك رقم اثنين، لأنه كل ده هينقطع عنه، لأنه لا يدوم. يعني مهما كانت الشدة هتدوم؟ مش هتدوم، حتى لو دامت أنت مش هتفضل معها، ستموت، فإنه لا يدوم والموت أصعب منه. أو في حال نعمة وسعة، ذكر الموت يفيده إيه؟ في حال نعمة وسعة عدم ركود إلى الدنيا، ذكر الموت يمنعه من الاغترار بها والسكون إليها، اللي أنت بتقولها اللي هو الركود، يمنعه من الاغترار. إنما أوتيته على علم عندي، يغتر بما أنعم الله عليه بدل أن يشكر. والسكون إليها يعني يطمئن، فربما ترك ما أمر الله عز وجل به وركن إلى هذه المتع وتلك اللذات، بل ربما زاد منها حتى وقع في الحرام. يقول: لقطعه عنها، لأن الموت لا شك يقطعه عن هذه المتع كما في التذكرة. وبالتالي فالمؤمن لا يتسخط أقدار الله، لأنه يرجو العوض والثواب في الآخرة بخلاف غيره ممن ضعف إيمانه. والإيمان باليوم الآخر يورث العبد الشجاعة، فتراه يقدم في ساحة الموت في الجهاد غير هياب ولا خائف، لعلمه أن الموت لن يأتي إلا في الوقت الذي كتبه الله عز وجل وقدره، لعلمه أن الشجاعة وأن الإقدام لا يقصر الأجل، وأن الجبن والركون والقعود لا يطيل الإيه؟ الأجل، بل هو يأخذ بالأسباب المشروعة. وليقينه أنه إذا قتل في سبيل الله نقله ذلك إلى أعظم نعيم وأهنأ راحة، بل نقله إلى الحياة الحقيقية الدائمة، وإن الدار الآخرة لهي الإيه؟ الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. فلا ينبغي أن يقال عمن قتل في سبيل الله مات، بل هو حي، حي يرزق عند الله.
والإيمان باليوم الآخر يقصر أمل العبد ويمنع تعلقه بالدنيا وشهواتها. فالعبد إذا أطال الأمل أساء العمل. إذا أطال الأمل لسه بدري وإحنا لسه شباب، ولما يكبر إحنا لسه بصحتنا وما أطلع المعاد وهكذا، يطيل الأمل فيسيء العمل. إذ لا شيء يدفع النفس إلى الصراع على الدنيا وشهواتها أكثر من طول الأمل ونسيان الموت، ولا شيء يغفل عنه المنهمك في الدنيا المنكب على غرورها المحب لشهواتها مثل غفلته عن الموت، ولا أنفع للنفس والقلب من تذكر الآخرة. أيضا ذكر اليوم الآخر يورث العبد يقظة دائمة، يورث العبد يقظة دائمة، فتجده دوما يتفكر في مراحل ذلك اليوم ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. إذا سولت له نفسه ارتكاب شيء من المحظورات والمعاصي والمخالفات تجده يتذكر الموت، يتذكر القبر والحشر والميزان والصراط والجنة والنار والوقوف بين يدي الله، فيحمله هذا كله على اجتناب المحارم ويدفعه إلى الاجتهاد في الطاعة. وإن ضعف وواقع المعصية بحكم الطبيعة البشرية فإنه يبادر إلى التوبة وإلى الرجوع إلى رحاب ربه سبحانه وتعالى، بخلاف الإنسان الغافل عن هذه المعاني فتجده منهمكا في المعاصي مقصرا فيما أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا ذكر اليوم الآخر يورث حسن الاستعداد له، وهذا يعني من أكثر الأمور تعلقا وصلة بحديثنا عن جسر التعب. كيف تتغير؟ كيف يزداد إنتاجك التعبدي وترتفع كفاءتك التعبدية في طلب العلم وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا يعينك عليه أن تحسن أو تكثر من ذكر الموت، لأن الإكثار من ذكر الموت يدفع العبد للاستعداد له. ولذلك نجد الكثير من الأسباب التي تذكرنا الموت في اليوم والليلة. تعالوا كده نعدها مع بعض، إيه اللي بيذكرنا الموت في اليوم والليلة؟ نبدأ كده من أول حاجة الصبح بصلاة الفجر. بتجوش عندكم ديش عندكم الحاجات دي؟ الحمد لله. اكتب بقى الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وأنت نائم كنت إيه؟ ميتا. ها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم أخو الموت، النوم موتة صغرى والموت نومة كبرى كما قال العلماء. فذكر الموت يعني مع هذا الذكر الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أيضا الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. شوف اللفظ النبوي، رد إلي روحي، يعني كأن الروح ما كانت على نفس الحال الذي هو يكون عليه عند الاستيقاظ. عند الموت الأمر، عند النوم الأمر مختلف. اثنين، لما يذكرنا الموت في اليوم والليلة، ها اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وتجد في المساء وإليك الإيه المصير. أيضا في ذكر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، أعوذ بك شر ما في هذا وشر ما بعده. فين بقى الموت؟ ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. ذكر اليوم الآخر. فين كمان؟ التهليل، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فين كمان؟ إيه فين كمان؟ لا خلال اليوم بقى كده، امشي كده تدرج معايا خلال اليوم، ايه الحاجات اللي في اليوم بتذكر الانسان بالموت ولقاء الله سبحانه وتعالى؟ مقابر، ما مش شرط تبقى كل يوم. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، ها واعوذ بك من عذاب القبر. تمام، عدينا الاذكار بقى، كمل معايا في مراحل اليوم كده لحد ما تيجي تنام تاني. ايه تاني اللي بيذكر بالموت؟ حوادث ممكن لا
تنظيم الكون او تنظيم، انا مسكت نفسي في النوم ده لما نيجي ننام، لسه احنا صحينا خلاص لما نيجي ننام. ها ها ايه كمان؟ سرعة انقضاء الوقت. في حاجة متكررة مش عارف انتم مش واخدين بالكم منها، عجيبة قوي. الليل والنهار يا جماعة، الليل والنهار حاجة ثانية. الليل والنهار طبعا بيذكر، لأن هناك يوم ليس له ليل، صح؟ اللي هو ايه؟ مهما طال النهار، اللي هو آخر يوم في الحياة. الشمس لما تغرب هتشرق منين؟ ها، من المغرب. خلاص مفيش ليلة بقى، يبقى يوم صبيحته ايه؟ يوم القيامة. فتتابع الليل والنهار ايضا يذكر بالآخرة. في كمان بيذكرنا بالموت في ها؟ كل ما تراه مما يكون من أحداث الموت والحياة، الأطفال الذين يولدون والأموات الذين يعني أخذت أرواحهم. يبقى أنت اليوم يعني تركك الموت وأخذ غيرك، وسيأتي اليوم الذي يترك غيرك وإيه؟ ويأخذك. فدي ذكرى. يبقاش الإنسان كده ما هوش فاهم إيه اللي بيحصل، بلاقي قريبه مات وابن عمه مات وابن خاله وابن خالته وجاره، طب وانت كل ده حواليك وانت ايه كده عادي خالص كده ما فيش أي أثر؟ ودي غفلة. فالإنسان حينما يرى هؤلاء يموتون فيوقن أنه لابد أن يأتي الدور عليه، وأنها كأس ولابد أن يشرب هو منها، فهذا يذكره بلقاء الله. وهكذا في الأحداث من مرض وعافية ونحو ذلك، التقلبات هذه أيضا تدل على قرب الأجل، لأن الإنسان ربما مرض ومات لم يقم من مرضه هذا. تجد أيضا إحياء الأرض وموتها، إحياء النبات وموت النبات وهلاكه. حتى إذا أتى الليل فتجد الإنسان حين ينام أيضا يكرر نفس أو معاني قريبة من المعاني التي يقولها عند الاستيقاظ. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي يعني موته برضه فإيه فارحمها، وإن أرسلتها. يبقى ممكن نفسه فعلا تمسك وهو نائم، وممكن ترسل فيستحضر أنه ربما نام ومات. استحضار هذا المعنى أيضا يجعل العبد في يقظة دائمة. لذلك سئل صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس؟ أكيس يعني إيه؟ أكثر ذكاء وفطنة، تمام، من الكياسة. أي المؤمنين أكيس؟ إيه الإجابة؟ تخيل، ما قالش بقى خريجي كلية كذا ولا اللي جاب مجموع، لا، قال أكثرهم للموت ذكرى. أكثرهم للموت ذكرى، يبقى عايزين ننضم لحزب الذاكرين هؤلاء وننسحب من حزب الغافلين. في ناس فعلا كتيرة ما بتذكرش الموت، وفي ناس لما بتيجي سيرة الموت بيتضايقوا. فبالضبط، فلله على فعلك وكده، ومش عايز ايه، مش عايز بعد الشر يا شيخ، مش عايز الايه السيرة دي اصلا. انت هتموت كده كده، فإن انت مأمور بكثرة ذكر الموت. اكثروا ذكر هادم اللذات، ما قالش اذكره بس، قال ايه؟ اكثره. هنقول في اخر الدرس ايه الوسائل العمليه اللي تساعدنا على كده، لكن هنا قال اكثرهم للموت ايه؟ ذكرى. عايزين نبقى من دول. ولم يقتصر الامر على مجرد الذكر، بل ضم اليها قوله صلى الله عليه وسلم واحسنهم لما بعده استعدادا. يبقى تكمله الحديث اكثرهم للموت ايه؟ ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا. يبقى كأن كثرة الذكر تورث حسن الاستعداد. أولئك الأكياس، كما في السلسلة الصحيحة. إذن ذكر الموت يدفع العبد للاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. أيضا من الثمرات التي تعود على العبد من جراء ذكر الموت زوال الغفلة التي تدفع العبد للوقوع في المعاصي. يقول بشر بن الحارث الحافي رحمه الله، وعايزك تركز معايا في المثل ده وفي العبارة دي، إن في هذه الدار نملة تجمع الحبة في إيه؟ النمل بيجمع في فصل إيه؟ في الصيف، لتأكله في الشتاء. فلما كان يوم
أخذت حبة في فمها فجاء عصفور فأخذها والحبة. إن في هذه الدار نملة تجمع الحبة في الصيف لتأكله في الشتاء. فلما كان يوم أخذت حبة في فمها فجاء عصفور فأخذها والحبة. فلا ما جمعت أكلت ولا ما أملت نالت. فلا ما جمعت أكلت ولا ما أملت نالت، لأن هي بتجمعه وهي يعني في أملها إنها هتاكله فين؟ في الشتاء، هي خلاص راحت. فلا ما جمعت أكلت ولا ما أملت نالت. هكذا يكون حال بعض المشغولين أو حال المشغول بدنيا عن آخرته. أيها المشغول بشهواته عن ربه، ألا تخشى أن تكون مثل هذه النملة؟ ألا تخشى من فجأة الموت وحسرة الفوت؟ إنه مرض الغفلة الذي أصاب البعض أو قل الكثيرين. يشخصه ابن الجوزي فيقول: الدنيا فخ والناس عصافير. عارفين الفخ اللي بيصطادوا بيه العصفور؟ يحطوا كده على الأرض ويحط يغطيه بالإيه؟ بالحبوب، تمام؟ ويجي العصفور يأكل، خد بالك أول ما رجله تدوس عليه يقوم إيه؟ يقفل على رجله. الدنيا فخ والناس عصافير، والعصفور يريد الحبة وينسى الخنق. قد نسي أكثر الخلق مآلهم ميلا إلى لذاتهم، فأقبلوا يسامرون الهوى ولا يلتفتون إلى مشاورة العقل. ناس كتير فعلا بالوضع ده، بالواقع ده، اللي يشتغل 10 ساعات و12 ساعة وتيجي تقول له طب الصلاة، يقول لك الشغل والظروف وال، بعدين الدنيا برد، كل شوية هشمر كده كمامي وتوضى وبتاع وبعرفش أشمره بسرعة، وساعات باجي أصلي بالبنطلون بيتكسر وبتاع. في تخيل في ناس كده فعلا بتاخدها بالتفكير ده. خد ليه؟ يسامرون الهوى، اللي نفسه تهواه بإيه؟ بيعمله. لكن العقل فعلا لو هو فكر صح وقعد يفكر في ثواب هذه الصلاة وما يعني يكون من ورائها، لا شك أنه سيستقيم. أقبلوا يسامرون الهوى ولا يلتفتون إلى مشاورة العقل، باعوا بلذة يسيرة خيرا كثيرا، واستبدلوا بشهوات مرذولة عذابا عظيما. فإذا نزل الموت بأحدهم قال: يا ليتني لم أكن، يا ليتني كنت ترابا. فيقال له: الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت. فهل تفقدنا أنفسنا إخواني؟ هل ظهرت علينا علامات هذا المرض؟ ربما بعضنا يبادر إلى الإنكار ويمدح نفسه ويغتر، ونقول له: لا تبادر بالإنكار، فالإيمان يزيد وينقص. فلست أفضل من حال الصحابة رضي الله عنهم الذين أرادوا أن يستديموا التذكر حتى بترك بعض الأمور المباحة، كما في حديث حنظلة لما قال لأبي بكر لما سأله عن حاله قال: نافق حنظلة. ليه بيتهم نفسه بالنفاق؟ بيتهم نفسه بالنفاق. فقال يعني: وما ذاك؟ قال حنظلة: نقول نكون عند رسول الله. ده بيقول لمين؟ أبي بكر. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار، فكأن أو حتى كأن رأي عين. فإذا عافسنا الأزواج ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات، أمور التجارة يعني، نسينا ونسينا كثيرا. فهو خايف بقى أن النسيان ده أو النزول عن المستوى الإيمان اللي بيكون عنده عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم، خايف أن ده يكون إيه؟ نفاق. فأبو بكر وافقه على كده، اللي هو أفضل واحد بعد الإيه؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما لنا وإنت يبقى وضعنا إيه؟ احنا بنتكلم في دي حاجات مباحة، هم يعني كمان متضايق منها، شايف إنها يعني ممكن يبقى فيها حاجة فيها مؤاخذة. ما بالك إن بعضنا عباداته نفسها بقت فيها غفلة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، نافق حنظلة وذكر له ما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة في هذا التذكر وفيما أنتم عليه من الخير، وساعة في الإيه؟ في المباح، اللي هو معالجة الضيعات، أمور التجارة، ملاعبة الأولاد، معافسة الزوجات. فهذا كله مباح، لكن الإنسان يؤجر عليه لأنه يعينه على فعل الإيه؟ الحلال وفعل الطاعة وفيما أمر الله عز وجل به. ده هم خد بالك هم بيشتكوش من معصية، ما بيشتكيش إن هو بنسيبك وبنروح نشرب خمرة ولا بنروح نعكس ولا لا، ده بيشتكي من تغير القلب أثناء فعل الإيه أو تعاطي المباح.
فبالك لو كان الموضوع بقى مواضيع معاصي وفجور والعياذ بالله، الامر مختلف. لذلك لابد ان نعي هذا الامر وان ننتبه له. ساعه وساعه ليست ساعه في الطاعه وساعه في المعصيه، وانما في الايه، في المباح الحلال الذي يستعين به الانسان على طاعه الله سبحانه وتعالى. لذلك كان تذكر الموت وتذكر الدار الاخره بمراحلها من اعظم المعينات التي تعين الانسان على الاجتهاد في طاعة الله واجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. والسؤال إخواني، كيف نحقق هذا المعنى؟ حين تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الموت في صلاتك، فإن العبد إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيره. لما الإنسان يبقى بيصلي صلاة وهو في ظنه أن دي آخر إيه؟ صلاة. آخر صلاة، كيف سيصليها؟ على أكمل صورة، على أحسن وجه، أعلى درجات الخشوع ستكون فيها. طيب كيف يصل إلى هذه الدرجة؟ بذكر الإيه؟ بذكر الموت. طيب إحنا صلينا النهاردة كم صلاة؟ خمس صلوات. ذكرنا الموت في كم واحدة منهم؟ في كل الصلوات. فعلا ذكرنا الموت في الخمس صلوات. اللهم إنا نسألك حسن خاتمة. مش موضوع الذكر باللسان، لا، أنا أقصد ذكرت فعلا، استحضرت إن دي آخر صلاة وبعديها هموت. لا، الغالب لا. طب ليه إحنا ما طبقناش الحديث ده؟ عشان كده الحديث ده ممكن تقول حديث بدون رصيد. عارف لما واحد يروح يصرف شيك فالموظف يفاجئه ويقول له الشيك ده بدون رصيد، مش كده؟ طب ممكن في بعض النصوص بتبقى في حياتنا فعلا بدون رصيد، يعني هو مجرد ايه بس الايه النص، لكن الواقع العمل ضئيل جدا او معدوم. طيب ايه الوسائل اللي نطبق بها الحديث؟ كيف نذكر الموت؟ وده الواجب بتاع الوسيله دي، وبعديها هنقول بعض الكتب اللي هتساعدنا في تحقيق هذه الوسيله باذن الله تعالى. كيف نذكر الموت؟ واحد، لا 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 لا، عيادة المرضى. خد بالك الوسائل دي بتضاعف أثر الـ يعني بتساعد على حضور القلب في العبادة. إنسان لما بيطبق الوسائل دي بتخلي فعلا قلبه حاضر في العبادة، تعينه على الخشوع فيها، أن يحصل أكبر ثمرة من العبادة. ليه؟ لأن الموت بين عينيه. يبقى رقم واحد عيادة المرضى، لأن المرض ربما يكون من رسل الموت، وكم من مريض مرض ومات. وأيضا يستشعر الإنسان حين يزور المرضى نعمة الله عليه في الإيه؟ في العافية، في الصحة، فيأخذ عظة وعبرة تدفعه كي يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه بيحط نفسه مكان الإيه؟ المريض اللي نايم بقاله 10 سنين ومش عارف حتى يقلب صفحة المصحف، بيستني حد يعدي علشان يقول له لو سمحت اقلب لي صفحة المصحف عشان مصاب بشلل، أو غير ذلك من صور الأمراض، نسأل الله العفو والعافية. فهذا يدفع الإنسان لحسن استغلال نعمة الصحة في طاعة الله. فأنت ثبت لنفسك أوراد وواظب عليها، مثلا عيادة المرضى دي تعملها كل أسبوعين، كل ثلاثة، والمستشفيات مليانة مرضى. لو ما لقيتش مريض قريب ليك أو جار ليك، يبقى ثبت موضوع عيادة المرضى في المستشفيات. وكان الإخوة بيعملوها ولا زالوا، ناخد مجموعة كده من الشباب ونطلع معانا شوية هدايا صغيرة بسيطة ونروح نسلم على المرضى، الرجالة للرجالة والنساء للنساء، ودي له حاجة بسيطة كده، صباع موز، علبة عصير، كتيب فيه كيفية صلاة المريض والتطهر، وتدعو له بالشفاء وترقيه. فهذا كله من أبواب الخير ووسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تخيل بقى لو دي كانت مستمرة، خصوصا في بعض المرضى بيبقوا قاعدين على طول، فلا شك لها أعظم الأثر على نفوسهم وعلى نفسك كذلك. رقم واحد عيادة الايه؟ المريض. وما ننساش ان عيادة المريض ما ثوابها؟ 70,000 ملك. يستغفر له 70,000 ملك ان كان في الغداء، وان كان في العشي 70,000 ملك حتى يصبح، 70,000 ملك حتى يمسي. ودعاء واستغفار الملائكة مقبول. وكذلك حين يذهب يزور المريض فإنه يخوض في الرحمة، فإذا جلس عنده انغمس فيها، أو جلس فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة بقى للتذكرة التي ستكون وتعود عليك. رقم اثنين شهود المحتضرين. يعني ما بحبش تقعد تتفرج كده، سجل اكتب عشان تطبق، وإلا أي فايدة الدرس لما أنا أسمع وأروح وأنسى؟
شهود المحتضرين، إذا سمعت بمن يموت فبادر إلى الجلوس عند رأسه كي تطبق السنن التي تفعل عند المحتضر. ودي سبقت معنا في سلسلة في رحاب اليوم الأخير حوالي 10 سنن أو أكثر لا أذكر، ممكن ترجع للدرس وتسمع سنن الاحتضار، والتي من أهمها تلقينه الشهادة. إذا تيقنت أو إذا علمت أنه يحتضر فالسنة أن تلقنه الشهادة. وانظر في الروح كيف تنزع وكيف تقبض حين تبرد القدمان وتليهم الساقان ثم الفخذان، وهكذا يبدأ الموت من أسفل الإنسان، وتظل الروح متصاعدة حتى تصل إلى الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون الآيات، ثم تخرج الروح من الفم ويتبعها البصر. تلاقي الإنسان هو بيموت عمال يبص على روحه وهي طالعة. عشان كده من السنة تغميض الإيه؟ الإنسان بعد الموت. تجد الحياة تنتهي في مثل هذه المشاهد. هناك من تنتهي حياته على طاعة وتراه وهو يطيع الله ويموت، يقرأ القرآن كالجنيد مثلا، قرأ القرآن كله ثم قرأ من البقرة 70 آية، فقالوا له الآن يعني أرفق بنفسك، فقال هذه لحظة تطوى فيها صحيفتي، فمن أحوج الناس مني بهذا، وظل يقرأ حتى مات وهو يقرأ القرآن. وتجد من يموت وهو يعصي الله. كانوا بعثوا لنا مرة وأنا في إعدادي تقريبا أولى ثانوي، جارنا بيموت تعالوا، فرحت الراجل متمدد على الأرض ولا ينطق ولا يتكلم، مهما يلقن مهما يقال لا ينطق ولا يرد على أحد، بس في نفس داخل طالع وفي أثر شرب شيء، شارب حاجة. فلما مات الرجل ولم ينطق لا إله إلا الله، سألنا بعد ذلك فعلمنا أنه كان قد شرب الخمر وآخر شيء فعله ذلك، ومات على هذا الحال. فهذا بلا شك من أعظم الأشياء التي تجعلك تذكر الموت ولا تنسى. شوف عد على الحادث ده كم سنة ولازلت متذكرا ولا أنسى. عشان كده أنا بوصيك لما تسمع بإنسان بيموت روح وأقعد واشهد هذا الموقف، وستجد أثر ذلك على قلبك بإذن الله تعالى. رقم 3، تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم. هذا بالإضافة إلى الموعظة والأثر الذي سيعود على قلبك، لك من ورائه أجر. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، وفي رواية 40 كبيرة. طيب أنت مستغني 40 كبيرة، غفر الله له 40 كبيرة. ومن كفنه كساه الله من سندس الجنة، أو من سندس واستبرق الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن حفر له فأجن أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. يعني كأنك مسكنه في بيت وبتقبض الإيه؟ الأجر ذلك، فأنت شارك في ذلك، في حفر القبر وفي دفنه، وعايزك تنزل القبر بنفسك وتشوف نهاية الإنسان عبارة عن كومة عظم الحانوتي بينزل يركنها على جنب عشان يفضي مكان للميت الجديد. انزل وشوف، شوف نهاية الحياة ونهاية الإنسان كيف سيكون لتتعظ وتعتبر. يبقى قلنا رقم 1 عيادة المرضى، 2 شهود المحتضرين، 3 تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم. عشان كده عايزك تدي تليفونك للأخ مغسل الأموات القريب منك وتقول له اتصل بي كل شهر مرة مرتين وخدني معاك الغسل، وستجد أثر ذلك على قلبك بإذن الله تعالى. بعد كده زيارة القبور، وأكثرنا لا يزور القبور إلا مع الجنائز، مع أن الزيارة من الأعمال الصالحة والعبادات المستقلة، يعني ما لهاش علاقة بتشييع الجنازة، يعني اجعلها عملا مستقلا. اعمل ثبت لنفسك كل شهر او مرتين في الشهر زيارة القبور. ايه اثرها في ذكر الموت؟ قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فانها تذكر الاخرة. شوف واضح ازاي، تذكر الاخرة. محتاجين احنا فعلا تذكر الاخرة، ولا يكون ذلك الا بمثل هذه الزيارات. حبذا بقى دي رقم كام؟ اللي بعديها بقى 6 تكون قبليها، اللي هي ايه؟ الاستماع الى المواعظ. بعض الاخوة وبعض طلبة العلم ربما تجده يزدري المواعظ والدروس
التي فيها ذكر الآخرة. يقول لك دي رقائق يعني كده نسمعها مع نفسنا ملهاش لازمة. هذا كلام خاطئ جدا، ويعني ربما يأثم عليه، لأن المواعظ والرقائق هي من القرآن ومن السنة، من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي يقول على حاجة ملهاش لازمة؟ وإزاي يقلل من شأن ذلك؟ وكيف كانت لحظاتك الأولى؟ كيف التزمت واهتديت؟ هتلاقي سبب التزامه وسبب هدايته موعظة، وما هو فيه الآن من تحصيل العلم إن لم يترافق معه ذكر اليوم الآخر ربما لم يؤتي العلم ثمارة. ممكن تلاقيه انتفخ وانتفش بسبب العلم الذي يحصله، وتعالى وتكبر على الناس واغتر بما حصل. أما صاحب القلب الرقيق فهذا أبعد ما يكون منه، هذه الآفات أبعد ما يكون منه. يبقى لازم تمشي في الخطوط دي مع بعضها كلها، تحصل علم، تسمع مواعظ اليوم الآخر وتديم ذلك، تحافظ على الأوراد، إلى غير ذلك من المسارات المهمة، ومنها ذكر اليوم الآخر. عشان كده عايزك تحدد لنفسك وتثبت مواعظة أسبوعية، مواعظة الأسبوع. مواعظة الأسبوع دي تبقى محاضرة عن اليوم الآخر، سلسلة كنا عاملينها في مسجد الرحيق المختوم لو تفتكروا، اسمها في رحاب اليوم الآخر، تزيد على 70 درس. اسمع، افتحوا تاني، اسمع كل أسبوع محاضرة، تمام كده، وكررها، مش تسمع محاضرة وخلاص، لا كررها عشان المعاني تترسخ في القلب. وعندك سلسلة بعنوان أحداث النهاية بتاعت الشيخ حسان، وهناك سلاسل كثيرة. أنت المهم يعني حضر لنفسك سلسلة وحملها على تليفونك، وكل أسبوع تسمع لك درس. السماع ده لما يكون قبل زيارة المقابر بيخلي الزيارة مختلفة شوية، لأن أنت الكلام اللي أنت سمعه أو لسه قرأه بتطبقه بالفعل. تمام؟ رقم كام؟ 6 ولا 7؟ ورد القراءة، ثبت ورد قراءة عن اليوم الآخر. عايزين نقرأ 3 كتب أساسيين في الموضوع ده، وكل ما نخلصهم نعيده. كتاب القيامة الصغرى، كتاب القيامة الكبرى، كتاب الجنة والنار، 3 بتوع الدكتور الأشقر رحمه الله، بالإضافة للكتب الأخرى المفردة من العلماء، من ذكر اليوم الآخر مجملا في كتابه، ومنهم من أفرد بعض مشاهده ومراحله بتصنيف. فمن الذين جمعوا ذلك في كتاب الإمام القرطبي في كتابه التذكرة، وده كتاب رائع ماتع بس يحتاج لتحقيق. في نسخة محققة لدار الصحابة بتاع طنطا، كانوا عاملينها في مجلدين، لو عرفت تحصل عليها يبقى خير، ما عرفت تشوف أي نسخة محققة عشان اتقاء الأحاديث الضعيفة والأقوال المردودة. كذلك هناك كتاب للمعاصرين، كتاب رحلة للدار الأخيرة بتاع الشيخ المصري، أيضا ينفعك بإذن الله تنتفع به. وهناك كتب مفردة تتكلم عن بعض مشاهد اليوم الآخر كالبعث والنشور للإمام البيهقي وغيره من الأئمة. هناك كثير من الأئمة تكلموا في المشاهد، ومنهم من تكلم عن فتن، الفتن التي تكون قبل يوم القيامة، منهم من تكلم عن بعض العلامات كنزول عيسى بن مريم وخروج المهدي عليه السلام، ومنهم من تكلم عن وصف ما يكون في القبور كأهوال القبور لابن رجب رحمه الله، ومنهم من تكلم عن الجنة كحاد الأرواح لابن القيم، منهم من تكلم عن النار كالتخويف من النار لابن رجب، أو يقظة أولي الاعتبار لصديق حسن خان. ويقظة أولي الاعتبار أقوى من التخويف من النار بتاع ابن رجب، وأفضل من ناحية الإسناد يعني الأحاديث التي فيه. وهكذا إذا أكثرت من القراءة عن اليوم الآخر ستجد دافعا قويا لك يعينك على فعل الطاعات، وتجد حاجزا يحجزك ويمنعك ويحول بينك وبين فعل المعاصي بإذن الله، ويسهل عليك وتسهل عليك المجاهدة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.